من أخبارك كفر دبيان، رح نروح نحن وياكم أصدقائنا المشاهدين ولا تلجيت كفر دبيان، تنروح على ألمانيا وسقعت ألمانيا. واسمحوا لي أستضيف أنا وياكم باستوديو معي الأب رجاء عبد المسيح المرسل اللبناني من ألمانيا جاي على لبنان. أهلا وسهلا فيك أبونا رجاء. الله معك ببيتك. مرسي كتير. أهلا وسهلا. بحيي من القلب كل الرعاية المارونية بألمانيا يلي نحن عم نختمها، أبونا جابي جعجع رئيس الرسالة وكل الأشخاص يلي هلأ كمان عم بيتابعونا، بحييكم من لبنان اليوم. أوكي. أهلا وسهلا فيك أبونا. يمكن بتختلف الأطر يلي عم بتتم فيها الخدمة إن كانت رسالة بقلب لبنان أو خارج لبنان، وهذا شيء طبيعي. اليوم رح نحاول نسلط الضوء على تحديات الرسالة ببلدان الاغتراب وتحديدا اليوم بألمانيا. بدي حيي أنا معك الشباب والصبايا اللي رح يكونوا معنا تباعا باتصالات، يلي كلهم جاهزين هلا موجودين روعة. فجاهزين حتى نحكي معهم. بداية خليني أسأل سؤال أنا وياك، رح نبلش مع ريتا. هلا رح تكون عم تحكينا ريتا، ولكن خليني أقول لك أنا شو أبرز التحديات. يعني عادة نحن بنقول عايشين بأوروبا مرتاحين كله تمام رواء ماشي الحال، ولكن نحن يمكن أوقات ما بننتبه للتحديات الموجودة عمليا على الأرض، ويمكن تحديات يمكن مختلفة شوي عن لبنان. شو أبرز التحديات لما نحكي عن رسالة خارج لبنان؟ يمكن من أهم التحديات اللي لازم نحكي عنها هي المسافات يلي بتبعد العالم عن بعضها. مثلا نحن عايشين بفرانكفورت أبونا جابي وأنا، وبنختم الرعاية كلياتها سوا انطلاقا من فرانكفورت. بين فرانكفورت وبرلين أنا أوقات بستعمل طيارة أوصل لعندهم للعالم، وهي أكبر من صعوبات إنه نقدر نلقط العالم مع بعض البعض. وكمان هلأ وقت أجت الكورونا منا شغلة هينة، حتى لو نحن ببلد متطور مثل ألمانيا كمان عزلتنا أكتر. ولو نحنا قدرنا نلاقي حلول نوعا ما بديلة لحتى نقدر نتواصل مع بعضنا البعض، بس كمان هذا الشيء أثر علينا. نعم أبونا، إذا بدنا نحكي كمان بأي مناطق بألمانيا أنتوا عندكم رسالة عندكم خدمة؟ نحنا خبرتك قبل شوي فرانكفورت وبرلين، عنا دوسلدورف هامبورغ ومنشن كمان بنخدمهم نحنا. أوكي. تقريبا إذا بدنا نحكي عن عدد، كم حدا بيستفيد من لقاءاتكم؟ نحن بالإحصائيات يلي عنا إياها بالرسالة المارونية بألمانيا عنا تقريبا عم نختم 8000 ماروني بقلب ألمانيا موزعين على هود الرعاية. نعم. هلأ حاليا خلينا ننتقل أنا وياك أبونا لعند ريتا. ريتا راعي. ريتا صباح الخير. ريتا عم تسمعيني؟ ألو. ايه انا عم بسمع كتير منيح. كيفك ريتا؟ بونجور ريتا. الحمد لله الحمد لله، كيفكم انتو؟ بونجور ابونا. ريتا من وين انت هلا؟ وين موجودة حاليا؟ انا بدوسلدورف. ريتا انت من رعية دوسلدورف المارونية بألمانيا صحيح؟ مزبوط. اوكي. ريتا خبرينا شوي باطار يعني بتعرفي الصوم هو وقت لحتى نكون فيه يمكن اكثر عم بيروحوا ناس على الكنائس، في بعض الرتب بعض الممارسات الكنسيه اللي بتكون باكثر وقت الناس بتتوجه فيه على الكنائس. شو عم تعملوا بظل كورونا هلا؟ برعايتنا المارونية عنا قداس مرة بالجمعة مرة بالشهر. نعم. للأسف بعده أبونا روجيم حاكي كرمال المسافات. نعم. نحنا كتير بعاد عن بعضنا، نلتقى مرة بالشهر، وهيدا الشهر قدسنا مع أبونا مع جابي، وكان للأسف صعب كتير نحكي مع بعض أو نسلم مع بعض أو نلتقى مع بعض بعد القداس. نحن عادة نلتقى بعد القداس على فنجان قهوة، نحكي مع بعض، منشارك همومنا بعضنا، منشوف حلول لبعضنا. في ناس كتير تكون بحاجة لمساعدات، للأسف هيدا كله انحرمنا منه. نعم. ريتا هلا بالصيام. نعم. نحن كرعاية أجانب هوني
عندنا نشاطات كتير مع الرعاية الألمانية وخمس رعاية أجانب غير. عندنا هلا عم نحضر لدرب الصليب، نعم فرح بعد جمعتين رح نلتقى مع بعض، وأكيد بدنا نكون كتير حافظين على التباعد ولابسين كمامات وآخدين الإجراءات اللازمة كلها سوا. نعم ريتا، اكيد يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله دائما، يمكن لانه بفكروا بلبنان انه بالمانيا ابونا مرتاحين انه كله منيح، ولانه بالمانيا يمكن بعض تعتبر دوله متحضره اكيد عن لبنان، نحن في عندنا مشاكل كثيره غير كورونا يعني، فبفكروا الناس انه العالم عايشين رواق وكله تمام والعالم عم بيلتقوا، ولكن بنشوف انه يمكن باغلبها نفس التحديات، عم نحكي على الصعيد الايماني والكنسي، هذا التباعد الاجتماعي المفروض بهذا الإطار، وهذا يمكن كمان صعب يعني، تنقول للناس أنه مش أنتم بس محرومين من الروحة، يمكن هون أكثر فينا نروح على الكنيسة يمكن من عندكم بألمانيا. مزبوط، وخاصة كمان أنه يكون في الإمكانية يلي هي كل أحد كل يوم يقدر الواحد يقدس هون بلبنان، هونيك مرة بالشهر، وحتى هيدي مع الكورونا، أول بداية الكورونا كمان ما كنا عم نقدر نقدس بالرعاية لأنه كان ممنوع نفتح الكنايس، وهلأ بعدها كمان محدود العدد بقلب الكنيسة، يعني نحن ما بنقدر نعبي الكنيسة في عدد معين، وما فينا كمان نرتل بقلب القداس، وهذا الشيء بخفف كتير من روحانية القداس وبيضعفه، وهذا شيء أنا شخصيا مشتاق له كتير. خلينا ننتقل أنا وياك لمدينة تانية ومع سمير، سمير سمعان. سمير صباح الخير. صباح النور، كيفك شربل؟ كيفك أنت سمير؟ سمير من وين أنت عم تحكينا هلا؟ الحمد لله. أنا من رعاية فرانكفورت المارونية. أهلا وسهلا فيك سمير. سمير كمان نفس السؤال اللي كنت عم بحكي فيه أنا وريتا، كيف عايشين هيدا الزمن، زمن الصوم بظل كورونا، بظل الأشياء اللي عادة الإنسان بيكون عم بيمارس بعض الطقوس بهذا الزمن؟ صراحة مثل ما قال أبونا وقالت ريتا، قالوا نحن بنجتمع مرة بالشهر كل أحد، لأنه عندنا بس كاهنين بألمانيا بدهم يلحقوا على كل ألمانيا، سو ما في إمكانية إلا إنه نجتمع مرة بالشهر. بس هلأ خلال الصوم مثلا أبونا المسؤول عن فرانكفورت، أبونا جابي، بيبعت لنا صلوات، بيبعت لنا تأملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كرمال نحن نكون نحن وبالبيت عم نصلي، عم نتأمل، وحاليا رح نكون عم نجتمع ان شاء الله الوقت الجاي كرمال نحضر لجمعة الآلام، رح يكون في مثلا عم نحضر بروجرام كامل لجمعة الآلام ولأحد الأيام، لنكون عم قد ما فينا نوصل هالجمعة اللي هي نحن كمسيحية كتير مهمة لنا نقدر نشارك فيها مع البقية بالرعية، وأحد أيام لنقدر نحتفل فيه قد ما فينا. سمير، إذا كمان بدنا نحكي تباعاً، هل عم تقدروا تلتقوا ولا بس اللقاءات عم تكون من خلال تطبيقات على الإنترنت؟ زوم او سكايب او الى ما هنالك. هلا نحن عاده نقدس بعد القداس، عاده بنكون عندنا غداء سوا، بنتغدى كلنا نحن اللبنانيه سوا بقاعه الكنيسه، بيكون كل شخص محضر غداء، بس من وقت كورونا لهلا نحن بنقدس ودغري مجبورين نشفل، ما فينا نبقى بالكنيسه. نعم. والشيء الصعب هون شرب لانه أيام بيجي حدا على الكنيسة مش مسجل، بيكون العدد اللي بحق لنا نستوعبه بالكنيسة وصل للليمتس تبعه، سو بنضطر نقول له إنه سوري ما في مطرح، وحدا بيكون جاي ليقدس تقول له نعتذر ما في مطرح، هيدي كمان مثل تحدي يعني، عرفت إنه وشي صعب إنك تقوله لحدا سوري ما فيك تفوت تقدس لأنه مش مسجل والعدد اللي بحق لنا فيه ترى، هيدا على الصعيد الديني، على الصعيد الحياة الطبيعية صعبة، التلاقي منه كتير هين يعني.
في تباعد اجتماعي وفيك تلتقى بشخص واحد و يعني صعبة، منا مثل ما العالم فكرتها، لا ألمانيا منا غير كل الدول، مثل كل الدول يعني. نعم سمير، يعطيكم ألف عافية. أنا بدعيكم إذا حابين كمان تعيشوا الأجواء الصيامية هلأ حاليا، كمان فيكم تتابعوا تشاريتي تي في من خلال الأبليكيشن والويب سايت. هيك بنجرب قد ما فينا نكون عم نعمل بعض التعويض من الحضور الشخصي، وهيك بنكون نحن كمان قريبين منكم وأنتم قريبين منا. يعطيك ألف عافية سمير، مرسي شكرا لأدم شلبي. شكرا لمشاركتك، يعطيك ألف عافية. أبونا بعد في عنا تيريز هلأ بناخد، بس أنه صعب يعني كمان قصة أنه يعني الأشياء اللي معودين عليها نبطل نكون عم نعملها بهيدا الزمن، شغلة صعبة. وفي حتى ناس يمكن حتى إيمانهم شوي بحسوا حالهم أنه مثل ما ذكرت أنه ما فيكم ترتلوا مثلا أنتم بالقديسة، نحن هون بلبنان بعد فينا نرتل. شغلة حلوة. وهيدي يمكن نعمة نحن ما منتبه لها، هلا يمكن بتزيد الخطر بمطرح معين، ولكن مظبوط. هيدي نعمة نحن يمكن أوقات ما بننتبه لها. بس عم بقول قد إيه صعب لما يعني قد ايه صعب على ايماننا لما نكون عم نعمل كل ممارساتنا الطقسيه نحن ومتباعدين، نحن يمكن على الفيسبوك على زوم على كل هيدي مواقع التواصل الاجتماعي. نحن يعني اذا انت بتفوت على الكنيسه بتحسها بيتك، وهي هو الشعور يلي بينفقد لمن نحن بس نعود عنه بوسائل التواصل الاجتماعي. ما في شيء بيعوض اللقاء الشخصي، ما في شيء بيعوض هالجماعه يلي عم تلتقى مع بعض، ولو نحن متباعدين مع بعض متر ونص مع ماسك، بس حضور الاشخاص مع بعضهم البعض بقوي الاشخاص. في خبرتي كمان مع الرعايه الالمانيه يلي كمان بيخدمهم بفرانكفورت، ما بيقربوا على بعض العالم، يعني بيحترموا المسافات، بيحطوا ماسكات وكل شيء، وبس بذات الوقت في ناس بيقولوا قديش عم ننبسط على القليل انه عندنا الحق انه نشوف بعضنا مش بس نشوف صورة. يمكن هذا الشيء كتير أساسي خاصة بهيدي الظروف، لأنه تعبنا نكون بس عم نشوف صور يعني على التليفون، نتصل بناس، نعمل فيديو كول. مثل ما ذكرت أنت أنه هالحضور الشخصي قد غني وقد أساسي بهذا الإطار، ولا يعوض يعني لو قد ما صار لا يعوض هذا الحضور. خلينا ننتقل أنا وياك لتراز خوري. تراز يعطيكي ألف عافية وأهلا وسهلا فيكي. مرسي، اهلا فيكم. تراز من وين عم تحكينا حضرتك؟ عم بحكيكم من برلين. أهلا وسهلا فيكي. تراز خبرينا وضع برلين، شفنا دوسلدورف، شفنا فرانكفورت، هلأ أنتو ببرلين كيف الوضع عندكم؟ بكل صراحة بس بدي أقول شغلة، إنه بالنسبة لإلنا يلي نحن عايشين بالغربة، هيدي قبل الكورونا نحن كنا عايشين الكورونا. الو معناتها انه نحن كنا بحاجه، نحن كنا بحاجه لكل جمعه يكون عندنا قداس لبناني، نعم. نكون ويمكن نحن مثل ما نحن عايشين كنا بلبنان، بالتراديسيون تبعولنا، بالطقوس، بالرموز، نقدر نمشي على الطرقات بالشعانين، نقدر نروح على الكنيسه ساعة اللي بدنا. هيدي نحن من اول ما جينا على البلد محرومين منها، نعم. ونشكر الله انه صار في عندنا بالشهر مره بس قداس لبناني، نشكر الله. يمكن هلا بهالوقت، هلا ان شاء الله يكون عم بزيد اعداد الكهنه برساله المانيا، هيك بكون في اعداد اكثر عم تقدر تخدم هالرعايه. وبنعرف انه المسافات هالقد صعبه، فمشكورين اكيد ابونا جابي كرئيس الرساله أكيد. وابونا روجي يلي عم بيعاونوا بهيدي الرساله على كل هالجهود يلي عم بيعملوها، لانه ما نهينا يعني. انا زرتهم بالرساله وهالقد صعب انه هلا بياخذ جهد هيدا التنقل والمسافات، يعني بدها كتير مجهود. خبرينا تراز كيف وضع يعني إذا بدنا نحكي عن كورونا تحديداً، أنتو هل قادرين تكونوا عم تجتمعوا بقلب الكنيسة؟ شو الإجراءات المتبعة عندكم؟ هو بكل صراحة مثل ما حكيوا قبلي إنه الكنيسة بإجراءاتها مثل إجراءات الدولة الألمانية، ممنوع أكثر من 50 شخص، ممنوع اللقاء من بعد القداس. بس يلي عنا هون ببرلين والحمد لله بشكر الله عليه، انه نحن كرعيه صغيره يعني كم شخص حكين مع بعضنا انه فينا نقوم بالطقوس يلي نحن هلا عايشينها بالزمن الصيام. يعني بنلتقي مثلا عند شخص ما بخاف، بيكون في عنا تباعد اجتماعي، وبدنا نعمل
بدنا نعمل اكيد درب الصليب، نعم وكنا اوقات بنصلي بين بعضنا المذبحه، بس اكيد بجروب كتير كتير صغير بين الاشخاص يلي بيعرفوا بعضهم يلي بيشوفوا بعضهم على طول، مع الحيطه والحذر مثل ما بيقولوا. نعم محضرين شيء لأسبوع الآلام كرعية؟ ناطرين، لا بعد ناطرين ابونا روجي ونغشى الله يرجع من لبنان تنقدر نحكي نحن وياه. اوكي خلص يلا 10 ايام زمان صح؟ مزبوط 10 ايام تقريبا ونرجع بنرد لكم ابونا ابونا روجي روجي على برلين. ابونا روجي شو معك 5 قوارنة او 10 قوارنة حبيبة القلب. يلا اول ما تفتح السفاره الجمعيه معينتنا كاهن جديد كمان بالمانيا، تحيتنا لشميس شرب الغفره كمان هو رح يكون قريبا ان شاء الله معنا بالرساله المارونيه بالمانيا. تريز شكرا لك، يعطيكم الف عافيه، شكرا لكل الجهود، شكرا لهالعطش يلي خبرتينا عنه يلي نحن يمكن اوقات ما بنحس فيه، بنعتبره تحصيل حاصل هون بلبنان، لانه نحن عندنا القدره انه ساعه ما بدنا نكون عم نتوجه للكنايس للاباء للخوارن الموجودين، يمكن هيدي نعمه نحن اوقات ما بننتبه لها، فشكرا لانه ضويتي لنا على هيدي النقطه، وعلى امل يزيدوا اكثر الكهنه بالرساله المارونيه حتى نكون عم نقدر نخدم اكثر واكثر كل الناس الموجودين هونيك. يعطيك ألف عافية وسلمي على الكل من عندك. شكرا شكرا شكرا, شكرا. الله معكم. أبونا من دوسلدورف لفرانكفورت لبرلين ريتا سمير وتيريز أكيد متشكرون ثلاثتهم، وأكيد متشكرك لألك على حضورك طبعا. قلنا تحديات الرسالة اللي هذا إذا بدك سؤالي رح نختم فيه لقائي أنا وياك، تحديات هالرسالة هي عديدة ويمكن نحن ما مننتبه لها بلبنان خاصة، لأنه نعتبر نحن أنه الأشياء هي أهون من هيك، مثل ما ذكرت عايشين بدول أوروبية يعني كل شيء حاصلين عليه. اللي بدي أقوله أكثر قديه صعب الغربة، يعني قديه بتلمسوا من خلال هالناس يلي هن في عندهم غربة، في عندهم بعيد عن أهلهم بعيد عن جذورهم، إذا بدي أقول قديه هيدي الغربة مأثرة على حياتهم، قديه بيشتاقوا لكل هالأشياء اللي كانوا يعملوها هون بلبنان. 100% أكيد لاحظت معي أنت من خلال هالثلاث مقابلات يلي عملناها مع ريتا وشربل وتراز، ريتا وسمير سمير وتراز عمتوا على اسم شربل هلا اسمه بالمعمودية يمكن شربل لسمير هلا مسألوا يا الله. وشفنا أنه قديش بينتروا هذا القداس يلي هو مرة بالشهر، مع أنه ثلاثتهم بيروحوا على الرعاية كمان الألمانية وبيقدسوا مع الرعاية الألمانية، بس حدا يصلي بلغته يقول الأبانة بلغته يرتل يا أم الله أو أنا الأم الحزينة هو الترتيل يلي نحن منحبهم والصلوات يلي نحن تعلمناها من نحن وصغار، هذا الشيء ما في شيء تاني بعود عنه إلا كنيستك، وهذا الشيء يلي مؤسسنا مطران يوحنا حبيب فكر فيه إنه هل اللي قاعدين بالغربة كيفهم عايشين، تركوا هالوطن بس كنيستهم مش لازم تتركهم، مشان هيك لازم أبعث لهم هالمرسلين. ويمكن هيدا الشيء منلاحظه لأنه كمان يعني هالغربة يلي عايشينها يمكن بمطرح معين هالناس بترجع تشتاق حتى هن يلتقوا بين بعضهم، يعني في جمع شمل بمطرح معين 100%، وهذا الشيء يلي كمان ثلاثتهم عبروا عنه هاللقاء بعد القداس يلي هو هالأجابي هالقعدة بالمحبة، يطمنوا عن بعض يدوقوا الطبخات يلي عاملينها، دايما أكل كتير طيب عنا بالرعاية كتر خير الله شاطرين كلهم، وهذا الشيء بيخلي يحافظ على التقاليد والضيافة والكرم. يعني أنا بقول لكم بس الواحد ما بيعرف هالشيء إلا لما يختبره صح، ويمكن أنا شوي كان عندي الاختبار شوي معكم بهذا الإطار، وحلو عن جد بترجع بتلاقي هالناس عم بيرجعوا يجتمعوا، هالأشخاص يمكن أوقات ما بيعرفوا بعضهم، ناس مهم يحكوا يمكن لغة عربية أوقات بيجتمعوا بيرجعوا هيدا بيعرف الفلان سألوني لأنه عن عائلتي ومن وين وكيف، وبنعرف حدا من هون عملوا معك برس تحقيق صح بس كان كتير حلو لأنه هالقد بيرجعوا أنه نحن بنعرف ناس هون نحن بنعرف ناس هون، بيرجعوا هالقد بشموا ريحة الوطن وبشموا ريحة أهلهم
لهم والذكريات اللي هن عايشينها، بينبسطوا بكل حدا جاي فريش من لبنان مثل ما قلت، كأنه في ريحة لبنان بعد فيه. صحيح. يعطيكم ألف عافية أبونا والله يقويكم، شكرا لكل هالخدمة. نحن معك منودة تحياتنا لرئيس الرسالة أبونا جابي جعجع. شكرا أنت كمان لكل الجهود يلي عم تعملوها بهيدا الإطار، إن كان خدمة الموارنة يلي موجودين بألمانيا أو خدمة كمان حتى رعاية الألمان يلي موجودين هونيك. شكرا، عزبناك اليوم أخذنا من وقتك. نحن بدنا نقول الشكر مش لأنا، شكر للجمعية وشكر للتلفزيون اليوم ضوى على هالرسالة. نحن بنشكركم انك بدنا نكون ضيوفكم اليوم. الله يقويكم، ودائما نحن متوقعين منكم ان تكونوا كمان عم تقولوا لرعاياكم انه في تشاريتي تي في، في يكونوا خلال على فكره هن كلهم بيحضروها، ما كانش في ضروره خبرهم تي في تشاريتي وش كيف لازم يعملوا تيحضروها. حلو، فهيدا مهم لانه كمان في نوع من تعويض، ورح نكون نحن عم نواكب كل الاشياء وكل الرطب يلي موجوده ان كان بالصوم او باسبوع الالام، هيك كمان بيقدروا ينتعشوا شوي من لبنان. طمنا بينا ببرلين هلا شو بدنا نعمل. صحيح. يعطيك الف عافيه ابونا، شكرا لحضورك. شكرا لك. اصدقائنا المشاهدين، فاصل صغير ونتابع نحن وياكم على هوا المحبه.